واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. حملات تفتيشية مكبرة وجهتها وزارة الداخلية لضبط كافة جرائم الغش التجاري، فقد استهدفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عددا من المصانع والمخازن غير المرخصة بالقليوبية في مجال إنتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات والمطهرات المنزلية والمعطرات، وتمكنت من ضبط مصنعين ومخزنين بدون ترخيص في هذه المجالات، بلغ إجمالي المضبوطات 54 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي مواد بلاستيكية و17 طن مخلفات إلكترونية خطرة وقرابة 21 طن منظفات ومطهرات ومعطرات مغشوشة ومقلدة و33 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر. واستمرارا لحملات الإدارة بالقليوبية، نجحت في ضبط 4 مصانع وشركة بدون ترخيص بمضبوطات بلغت قرابة 62 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة و89 طن ملح طعام مغشوش و8 أطنان ونصف غراء مغشوش وقرابة 15 طن مواد بلاستيكية مقلدة. وفي مجال حماية الثروة الزراعية، تمكنت الإدارة من ضبط 34 قاضية بنطاق مديرية أمن البحيرة والقليوبية بمضبوطات 14 طن ونصف أعلاف وقرابة 7000 عبوة مخصبات ومبيدات زراعية وأدوية بيطرية بدون ترخيص، وضبط 4 قضايا بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت 64 طن وقرابة 17000 عبوة أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية وأكثر من طن أعلاف جميعها بدون ترخيص. وبنطاق الفيوم تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات أكثر من 57 طن أعلاف بدون ترخيص. وبنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات وصلت إلى 7 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية و79 طن ونصف أعلاف بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية. وفي مجال حماية البيئة، نجحت الإدارة في ضبط 5 قضايا بالقاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والفيوم بمضبوطات قرابة 30000 عبوة منظفات بدون ترخيص ونحو 32000 عبوة مواد غذائية بدون ترخيص و71 طن ونصف مواد غذائية بدون ترخيص ومجهولة المصدر. وفي مجال الطب البيطري، تم ضبط 7 قضايا بالقليوبية بمضبوطات وصلت إلى أكثر من 5 أطنان ونصف لحوم منتهية الصلاحية ومذبوحة خارج المجازر.